ثمن مسؤولو أهالي ناحية الصينية توجيه محافظ صلاح الدين شمول الناحية بحملة رفع مخلفات الإرهاب، حيث تم رفع كمية كبيرة من الأنقاض ما خفف عن كاهل المواطنين الذين طالبوا الحكومة المركزية بدعم الحملة بآلية تخصصية أكثر. نشكر جهود السيد المحافظ صلاح الدين المحترم بارسال حمله الناحيه الصينيه والتي باشرت كوادر مديريه البلديه الصينيه بتاريخ 1/9/2020 بحمله رفع انقاض الدوائر الحكوميه والشوارع ودور المواطنين. منذ يوم 1/9 ولغايه الان تم رفع من قبل مديريه البلديه الصينيه ما يقارب 72 دار سكني للمواطنين، عائد للمواطنين. نطلب المزيد من الحكومه المركزيه المزيد من الدعم من اجل الناحيه الصينيه المنكوبه لغرض رفع المنازل المهدمه، علما ان المنازل المهدمه في ناحيه الصينيه تتجاوز 1800 بيت دار سكني. ونشكر دور السيد المحافظ صلاح الدين المحترم البارز بدعمنا المستمر للناحيه الصينيه، وكما نشكره ايضا لتمديد فتره بقاء حمله ناحيه الصينيه في الصين الاليات في ناحيه الصينيه التي امر بها السيد المحافظ صلاح الدين المحترم، وان شاء الله سوف نكون عند حسن ظن محافظه صلاح الدين وعند حسن ظن مسؤولينا. نشكر محافظة صلاح الدين دعم رفع الأنقاض من ناحية الصينية، مطالبة الحكومة المركزية بدعم أكثر. الدمار كبير والآليات قليلة. الحملة تحتاج آليات، أكو ضعف الآليات، يعني جهد مشكور علي المحافظة قدمته، دعم المحافظة اللي قدمته مشكورة علي، لكن دعم قليل. نطلب مزيد من الدعم، مزيد من الآليات، نطلب نقار، رفع الأنقاض، مزيد من الدمار كثير، بصراحة الدمار كثير والبيوت أضرارها كثيرة.